اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين ربنا الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك تغنينا بها لرحمتك من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخيرات والتيسير في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للحكم والقاتل لما صرف الناس والمتقين بالحق وعلى هذه أسرتك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره من العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحياتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إننا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربنا اكفنا ما همنا يا ذا الجلال والإكرام.